مندوبية. مطالباتنا للحقوق الإنسان وبالنسبة للصليب الأحمر يفتحين شوية لأولادنا الأسرى ولبناتنا الأسيرات، لأنه بنيجي نعتصم كل اثنين مش شايفين حاجة حلوة يعني لأسرانا وأسيراتنا أولا. ثانيا بنحكي للحقوق الإنسان مش عاملين أي شيء لا في لأولادنا، ولا لما نروح نزور بنشوف حقوق الإنسان قدامنا، لأنه بنشوف كل صعوبات واحنا لما نروح نزور أولادنا. ليش؟ يعني بنيجي كل اثنين علشان قضية الأسرة تتحرك وقضية أمهات الأسرة تصير كويسة ونزور أولادنا بساعة حلوة، ما بنحب نشوفها شيء. ليش؟ وين حقوق الإنسان؟ وين كل ضمير حي؟ أنا بناشد كل ضمير حي وكل صليب الأحمر أول إيش؟ وحقوق الإنسان والدول الأوروبية والإسلامية تفتح عينها لأسرارنا، هذول المهمشين وأسراتنا. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من المدافعين عن مسرى نبينا الأمين أحمد سعيد الجعبري أبو محمد قائد أركان وأبطال القسام والألوية والمقاومة والجهاد وكل فصائل شعبنا. حقيرة المعتمة المظلمة التي لم نقول لهذا العدو تذكر يوم وفاء الأحرار، يوم كانت في عينك الذلة والصغار، وكانت في أعيننا العزة والافتخار. تذكر تذكر بأن من أسرتهم ما ندموا بأن قاتلوك، ولا ندموا بأن قتلوا من جنودك ومستوطنيك، وما زادهم الأسر إلا إصراراً وثباتاً وقوة. أقول للعدو صراحة: عدنا لحمل السلاح رغم أنفك. هذه الأيدي التي كبلتها هي التي ستقاتلك في الحروب القادمة، ولن يقر لنا قرار ما دمتم في أرضنا. أخذتم أرضنا وهجرتم شعبنا وقتلتم أحلام أطفالنا وحرقتم نساءنا، ثم تريدون منا أن نلبس؟ لا والله، ما تعودنا أن نركع لغير الله.